معنا مراسلنا مصطفى شمري من البصرة. مصطفى مساء الخير، صف لنا الأجواء لديك حيث لم تبقى سوى أقل يعني من 3 ساعات على افتتاح بطولة خليجي 25، تفضل. نعم زميلي، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. يعني بالحديث حول موضوع استعدادات البصرة وآخر الاستعدادات التي تمر بها محافظة البصرة بخصوص استضافة هذا العرس الكروي الخليجي المهم جدا. الآن واقف على شارع الكورنيش، هذا الشارع الحيوي الذي يضج بالجماهير الخليجية والجماهير العراقية وكافة الجماهير من داخل العراق ومن خارج العراق. خلفي هو تميمة السندباد، هذه التميمة التي أعلن عنها رسميا بأن تكون تميمة شعارا أساسيا وتعويذة أساسية لبطولة كأس الخليج. لغاية الآن الاستعدادات، الكل ينتظر صافرات الانطلاق في ملعب جدة النخلة، هذه الصافرة المهمة التي غابت عن ملاعب العراق ما يقارب أكثر من 45 عام. نعم هنالك الكثير من الأمنيات أن يكون حفل الافتتاح حفلا مبهرا وحفلا يختلف عن باقي الاحتفالات. الكل يراهن على حفل الافتتاح ربما سوف يكون مغاير عن باقي النسخ التي أقيمت في كأس الخليج في السنوات السابقة. بالنتيجة اليوم نحن ننتظر ونترقب ما الذي سوف يحدث خلال صافرة الانطلاق. الكل يترقب. هنالك بعض المعوقات اللي نذكرها، المعوقات التي حصل عليها الجماهير العراقية، هو موضوع عدم حصول على تذاكر، عدم يعني ارتفعت أسعار التذاكر. ربما سوف ينضم معي أحد المشجعين الخليجيين. السلام عليكم. يا هلا فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو الأخبار؟ شلون شفت البصرة؟ شلون شفت الاستعدادات البطولة؟ أنت اليوم من أي دولة؟ والله للأمانة من منفذ صفوان لهني تقريبا، للبصرة هني للكورنيش، الكل لا يرحب ويهلي. صراحة ما أحس إني أنا كني برا الكويت، ديرتي الثانية. شنو اللي خلاكم تزورون البصرة خاصة في هذه المناسبة؟ والله مناسبة حق يعني الدول كلها على قولتهم، كأس الخليج موجود، فقلنا خلنا نجي مرة واحدة ولقيناها فرصة، لازم نستغل الفرصة هذه على قولتهم. طيب الترتيب، التحضيرات الخاصة ببطولة كأس الخليج، الملاعب شلون شفتها؟ والله ملاعب جبارة للأمانة، الأمانة من وضع إلى وضع خرافي صراحة، فالحق ينقال على قولتهم، ناس اشتغلت وتعبت. شكرا جزيلا. يا هلا فيك، حياك الله. نعم زميلي، يعني نعم. الكل يتحدث والكل ينتظر انطلاق صافرة المباراة لهذا اليوم، ما بقي إلا ساعات قليلة على بدء المباريات. نتكلم عن الموضوع، ربما هناك بعض المعوقات أيضا عانوا منها الأخوة الصحفيين بعدم حصولهم على باجات وتخويل خاص بهم لدخول الملاعب الرياضية، وأيضا ارتفعت أسعار التذاكر عن سعرها المعهود. إضافة يعني إلى ما ذكرت من معوقات مصطفى، يعني ماذا بشأن يعني المرور والحركة والزحامات؟ كيف استعدت لها محافظة البصرة ومعها القوات الأمنية هناك؟ يعني قبل يومين كان هناك اجتماع في قيادة عمليات البصرة، يعني برئاسة رئيس اللجنة الأمنية السيد محافظ البصرة، وأيضا بحضور قيادات قيادة العمليات المشتركة في المحافظة، وأيضا القطاعات الأمنية في البصرة تهيئوا واستعدوا إلى كل هذه الأمور ربما التي تعتبر تحديات في البصرة. اليوم البصرة هناك توقعات بأن تصل أعداد المشجعين إلى أكثر من 250 ألف مشجع في هذه المدينة. نعم ربما هناك يعني زخم مروري كبير جدا للمحافظة، لا تتسع لها هذه الأعداد، ربما المحافظة يعني عليها الكثير من الوافدين من خارج العراق وحتى يعني الزائرين من خارج المحافظات العراقية. بالنتيجة اليوم يعني انسيابية الحركة هي انسيابية مستمرة وبسلاسة تامة في كافة شوارع البصرة. هنالك خطط أمنية وضعت وبخصوص موضوع قرب الملاعب اليوم تفادي حتى لا يحصل هنالك ربما حالات شغب أو حالات من الأمور الخاصة. بالنتيجة اليوم الكل ينتظر والكل مستعد للخطط الأمنية، والكل استنفر يعني أفراده في محافظة البصرة من أجل انطلاق صافرة البداية. لو انطلقت صافرة البداية وأعلنت أنه بداية هذا العرس الخليجي الكروي في لهذا اليوم، ربما سوف تسير الأمور اللاحقة، ربما هي سير طيب بسيطة جدا. طيب مصطفى، بالنسبة للذين لم يحصلوا على تذاكر الدخول، يعني هل تم وضع شاشات كبيرة خارج الملعب للتسنى للحضور متابعة الحدث الكروي، العرس الكروي في البصرة؟
نعم، في البصرة لغاية الآن تم نصب ثلاث شاشات أو ثلاث أماكن خاصة لمناطق المشجعين على غرار التجربة التي حصلت في قطر. من أحد الأماكن التشجيعية في منطقة ساحة الطيران وفي ساحة الحرية وحتى في داخل المدينة الرياضية. هذه المناطق تتيح للمشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر بأن يشاهدوا المباريات ويشجعوا منتخبهم داخل هذه المناطق، ولكن بصراحة هذه المناطق هي لا تكفي ولا تتسع للأعداد. يعني اليوم أنا يعني الصورة هي من تتكلم خلفي، يعني تلاحظ الجماهير متواجدة والمتوافدة في يعني على الكورنيش البصرة. بالنتيجة اليوم هذه الأعداد، جميع هذه الأعداد تريد أن تشاهد المباريات وتريد أن يعني تشجع وتؤازر المنتخب الوطني وحتى منتخباتهم عندما نتكلم عن موضوع المشجعين الخليجيين. فبالنتيجة اليوم هنالك هذه الساحات المشجعين ربما سوف تحل لو بشيء بسيط جدا من الزحامات الخاصة على موضوع التذاكر. لغاية الآن يعني الاتحاد العراقي قد أخفق في قضيتين. القضية الأولى هي قضية بيع التذاكر والتي ربما أشابه الكثير من المشاكل بخصوص موضوع ارتفاع الأسعار، وأيضا بخصوص موضوع التخويل الخاص بباجات الصحفيين وما شابه ذلك. نعم، مصطفى شمري مراسل تغيير كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.